يا الله منك يا خالتي، وين بدها تكون راحة؟ خلص طولي بالك، هلا بتجي. بعدين هي ما بتعرف انك هون؟ لا بلا بتعرف، بس انا على اساس اجي بكره مو اليوم. وليش اجيت اليوم؟ شو غير رايك يعني؟ لك انا ما غيرت رايي، بس هذا رفيقه لابي، زلمه كبير وختيار، قرر ينزل اليوم على الشام وقول له بده ياني انزل معه. يا حرام على هالاستفاده، وكل الطريق عم بدخن من هذا الدخان اللف اللي تقيل كثير، وحاطت اغاني لمطرب ما بتتخيلي صوته شو تخين. وقت سالته عنه يا ريتني ما سالت. ليش شو صار؟ شو صار؟ صفقني بهدله عن كل شيء بهذا الاكلته بحياتي. لهالدرجه؟ طلع فيي وقال لي هاد موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، في حدا ما بيعرفه؟ كاني سمعاني فيه. لك انا من سمعت الاغاني الاجنبي، بحب اسمع روك، اليستا، نانسي، تامر حسني. ايه يعني انت بتحبي الاغاني الجديده تبع جيلنا. لك ايه، ما انا جايه بدي ادرس هندسه معلوماتيه، بس قلت بشوف الجامعه بالشام شو وضعها، لانه عم بيقولوا لي احسن من باقي المحافظات. منيح، يعني عم تفكري هون تنقلي على الشام. ايه بس بالاول بدي انزل على الشام عشان اشوف الجو والطلاب وقرر شو بدي اعمل. يعني دخلك هلا انت كثير شاطره بالنت وبهالقصص والتكنولوجيا وهي؟ ولو بعجبه. كثير منيح، معناتها بدي اياكي تعملي صفحه على الانستا وصفحه على تويتر، لانه انا ما عندي غير صفحه على الفيسبوك. عندي، ما تاكلي هم شيء بالمره. بتعرفي يا ابو عبدو، تفضل فضفض فضفض. بيقولوا لك لا تاخذ الحكمه الا من افواه المجانين، وانا بدي اخذ نصيحتك. لعيونك استاذ، لعيونك. اصلا انا شو شغلتي بالحياه يا استاذ الا اني اعطيك من خبرتي ونصائحي. قلتك بعد سنه من الزواج، هل بتبرد العلاقه بين الرجل والزوجه؟ واذا طلعوا ببعض بيضلوا مشتاقين لبعض يعني، ولا بتنتهي القصه؟ يا انا استاذ بعد نص ساعه ما ضل عندي جنس المشاعر استاذ. ايه بس اختك ام عبد الله وما عارفين يا رب عندها مشاعر جياشه، يا لطيف على المشاعر يا استاذ. مشاعر شو؟ الثوث، في نسوان مشاعرها بايدها، وفي نسوان مشاعرها اللهم عافينا بلسانها. ابو عبدو ما عم بفهم عليه، شو يعني؟ انت سالتني وانا رح جاوبك الثوث. هلا النسوان اللي بيكون مشاعرها بايدها، عدم المؤاخذه يعني من حضرتك الثوث، يعني بتكون ايدها طويله. والنسوان اللي بتكون مشاعرها بلسانها الثوث، فبيكون لسانها طويل. واختك ام عبدو استاذ يعني بتحمل الميزتين ما شاء الله، فشفت قديش هي مشاعرها جياشه. بس ما قلت لي استاذ يعني انت في شيء بينك وبين المدام مثلا استاذ؟ واقف على حيلك ونقلع من خلقتي، هي نصيحتي لك بالوقت الراهن. حاضر استاذ، حاضر حاضر حاضر. شو يعني برد الحب اللي بيناتنا؟ والله لا خليكي تحفي وراي، اصلا انا ما فيني اعيش من دون غيرتك ودلالك. لك شو صاير لك؟ الله يرحمه، اول سنه زواج غير كانت.